اليوم معنا باستوديو عالم صباح ضيوف رح يخبرونا اكثر عن مشروع للحد من هدر المياه، ومعنا اليوم ضيوفنا من اكو اكوا رح تخبرونا اكثر عن هالموضوع بالحلو بلبنان. اليوم معنا باستوديو المدير التنفيذي لايكو اكوا احمد الساحلي، ومعنا كمان شيرين حيدر وهي من قسم التسويق بايكو اكوا، ليديا كان عن قسم التسويق بايكو اكوا، ومعنا شيرين حيدر من قسم الموارد البشريه. احمد ليديا شيرين وليديا صباح الخير واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح، وينعاد عليكم كمان هالشهر الفضيل. وعليكم كمان. موضوع كثير اساسي، موضوع دائما عم نطمح له، لانه بنقول انه صحيح لبنان ما بيصير في امطار لمده طويله بخلال السنه، انما لما بيصير في امطار للاسف الشديد ما بيصير في ضبط لها او وجود سدود كافيه لحتى نقدر نحن نقدر نحميها ونحافظ عليها ونستفيد منها بباقي ايام السنه. رح نحكي بدايه معك مع زياره قمتوا فيها لوزير الصحه بالحكومه المستقيله اذا فينا نقول حاليا، وكان عندكم عدد من الامور طرحتوها عليه واخذتوا منه عدد من الاجوبه. مزبوط. شو كانت ابرز البنود؟ اول شيء صباح الخير مرسي استاذ تكون قلنا. اهلا وسهلا. مثل ما فضلت وذكرت كان عندنا لقاء مع وزير الصحه مع الوزير علي حسن خليل، كان لقاء كثير حلو، وكان في تجاوب كثير من حضرته لموضوعنا لفكرتنا، كثير حب هذا الموضوع، تلاقينا دعم وتجاوب كثير من حضرته. كثير حبينا انه شخص فكرتنا انه هي حل جزئي لمشكله جوهريه بلبنان، قلنا زمان عم نعاني منها، بس بعد ما حدا فكر، ما عم بيصير في كثير تفكير وحدا باشر بالحل. مزبوط مزبوط. وهلا شو وعدكم؟ يعني صار في وعود؟ صار في مثلا ممكن تشتغلوا قريبا على الارض؟ نحن طرحنا عليه فكرتنا وتلقينا عرفنا ردة فعله، وهو كان جنبنا وقالنا اي دعم بنحتاجه هو على طول بجيبنا، ووزاره الصحه كمان. طب رح نحكي معك شوي شيرين بموضوع الانجاز اللي هي جمعيه انجاز فينا نقول اللي كمان اشتغلتوا عليها، انتم طلاب واسستوا هالجمعيه. مزبوط. واكيد يعني دائما هيك بيكبر قلبنا لما بنشوف انه شباب صغار متحمسين وعندهم هدف كثير مهم واللي هو هدف بيئي بالدرجه الاولى، لانه بنشوف انه الكبار مغمضين عيونهم اذا فينا نقول وساهيين عن موضوع البيئه اللي هو موضوع كثير اساسي وبيحافظ عليه لجيلنا ولجيل اللي جاي ان شاء الله. شو هو بالتحديد يعني مشروع جمعيه انجاز؟ انجاز هي NGO، هي مؤسسه لا تبغى الربح، وهي جزء من جونيور اتشيفمنت وورلد وايد اللي هي انجاز العرب. موجوده باكثر من 138 دوله بالعالم وموجوده بلبنان من سنه 2000، ومكونه من متطوعين بيشتغلوا بالقطاع الخاص. عندها عدد بروجرام، حوالي 15 بروجرام. البروجرام اللي نحن اشتغلنا فيه هو كومباني بروجرام، وهو كل السنه الدراسيه وبيطال تلاميذ من عمر 16 ل 18 سنه. هدفهم انه يعلمون كل المراحل لياسسوا شركه طالبيه، فنحن انه يفتحوا فرص العمل قدامهم وكيف يفوتوا على مجالات العمل. نحن عندنا كومبيتيشن ضد 13 مدرسه او بالاحرى 13 شركه طالبيه، حتخبركم اكثر عن زميلة ليديا. المسابقه فاذا مع ليديا. ليديا المسابقه اشتغلتوا عليها على فتره قديش وكيف كانت النتائج بالاخر؟ اوكي، نحن اشتغلنا بلشنا بانجاز على مده 5 اشهر بالمدرسه. هي خبرك اخر شيء شو حيصير؟ اخر شيء حيفي ب 17 اغسطس حيصير في كومبيتيشن بالاي بي، حتشارك فيها 13 مدرسه كنت عم تحكي عنهم شيرين، يعني 13 شركه طالبيه، بالنهايه حيفوز شركه واحده هي حتفوز بلقب افضل شركه طالبيه. شو هو يعني شو هو اذا فينا نقول كيف واحد ممكن يشخص او كيف ممكن واحد يحدد الشركه الطالبيه؟ أوكي. يعني شو بتعني شو بتتضمن؟ هي البرودكت، تيم ورك، الفكره اللي نحن طلعناها خلقناها، او في عده اشياء، برزنتيشن، البوث اللي بدنا نعملها، في كثير اشياء الجادجز بحطوا عليها علامات، اخر شيء شوف مين بده يربح هيدا اللقب. ومين هن الجادجز؟ مين هن الحكام اللي حيكونوا؟ ما بنعرفهم. هن اجمالا بكون رجال اعمال لبنانيه مهمه، هن عاده كل سنه بكونوا بتحكيم الكومباني بروجرام بانجاز. طب بالنسبه لكم انتم كطلاب جديد، يعني بعدكم هيك مثل ما بيقولوا فريش، بعدكم فايتين على الماركت وعم تجربوا تسعوا لموضوع كثير اساسي مثل ما قلنا، دول ويعني اشخاص بسده الحكم مش قادرين يحلوه اللي هو موضوع المياه خاصه، قديش عم تقدروا فعلا تحسوا انه ممكن تحققوا انجاز على الارض؟ ان شاء الله قد ما فينا بنجرب نحقق. نحن فكرنا بمنتج صناعي بيخدم البيئه، كان مثل ما شايفين خزان معمول من فايبر جلاس، في موجود عليه من فوق قمع، هذا القمع موجود ليستقبل مياه الامطار بكميه اكبر بنفس الوقت بوقت اقل، هذا بيتخزن خلال فتره الامطار بالشتويه وبيستعمل. نحن هذا المساج
لنقول ان احنا بلد كتير غني بالمياه الجوفيه مثل صحيح. ما كنا بنعرف بلد كتير غني بالمياه الجوفيه وكتير عم بدقوا فيها وعم نوسخها اول شغله من حفر الابار الارتوازيه وهالقصص، فاحنا عم نقول في نعمه عم تجيكم من السماء اللي هي الشتاء ما حدا منتبه لها صحيح. فعم لفتت نظر هي ان شاء الله كله بيوعى على هالموضوع، هي لفتت نظر صغيره انه جمعوا مياه الشتاء قبل ما تبلشوا بالمياه الجوفيه، كمان حيجي وقت حنحيجها كثير لهيدا صحيح المياه. صحيح حنكون كثير بحاجه لها لانه مثل ما قلنا انه احنا صحيح الامطار عم تكون عندنا باوقات معينه بس ممكن قدر نستفيد منها قدر المستطاع أكيد. اذا عرفنا كيف نستغلها بالوقت المناسب. وخاصه شيء نحن كنا عندنا برودكشن 40 خزان كمرحله اولى، الحمد لله صار في طلب كثير عليهم، لقينا تجاوب بهذا الموضوع، عملنا 40 ثانيين وفي تصفيه شركه هلا بتصير فما بقى فينا نعمل كرمال قوانين الكومبتيشن هول، خزاننا 10 برميل 2000 لتر، ففينا كمان نحن نكبر بعض بس نحن كنا محددين بكابيتال معين يعني راس مال اللي هو 1000 دولار اللي هي جمعيه انجاز تعطينا اياها من خلال اسهم. طب هلا ممكن مثلا يعني تعملوا اكثر كميه ابعاد اكبر ممكن مثلا يحصلوا عليهم المشاهدين اذا حدا من المستهلكين حابين يحصلوا عليه لحتى يكون موجود عندهم بالبيت، وين السوق يعني وين ممكن يلاقوهم؟ هلا نحن اول شيء عملنا استطلاع راي لنشوف شو المنتج المطلوب بس نحن لانه عندنا ب 31 شهر تصفيه شركه وعملنا 2 برودكشن بطلنا نلحق، وبتخيل انه كل الناس يعني اكثر شيء نحن جربنا نبيع للمشاتل الفنادق المباني الاوتيلات هو بيستهدف كل الناس. ايه طب هون كمان بالنسبه للاشخاص اللي عم يشتغلوا عليه يعني شو عدد الاشخاص هلا عم تحكي تقريبا 17 شركه طالبيه بس تحت كل شركه يعني قديش اذا بتتفرع على كم شخص تقريبا 13 شركه طالبين 13 مدرسه. اول شيء عرفت نحن ايكو اكوا مثل ما ذكرتوا نحن اللي فيه من 24 تلميذ من مدرسه المروج، كنا هدفنا نخدم البيئه بهذا المنتج اللي طلعنا فيه، نحن كنا بالمصانع معهم على طول كنا تحت ايد العمال على طول ساعدنا بالقوالب، صارت مرحله البرودكشن كانت انه عملنا قالب من قالب خشب من بعده صار في صب فايبر لما ينقز العالم الفايبر في فايبر جلاس معروف انه في بقلبه ماده سامه، نحن كثير ما استعملنا ابدا هيدي الماده، جنبنا استعمالها وحطينا كثير كوشات كثير يعني لايرز او اذا فينا نقول طبقات يعني للحمايه من السموم للحمايه، وهو احد شيء منيح من الفايبر انه ما ببخر مثل ما بتعرفوا كل خزانتنا بلاستيك، الفايبر ما ببخر المياه المي اللي بقلبه من الشمس، ما بجمع حشيش من تحت، بتعرف كل خزانات بعد فتره حتجمع حشيش صحيح، واذا صار له اي ضرر الخزان البلاستيك دغري على الكاب بصير الفايبر بيتلحم بس الجزء اللي فيه ضرر. طب ليديا كمان بالنسبه لموضوع العمل على هالمشروع يعني انتم الشركات الطالبيه هي اللي عم تشتغل عليها هلا ضمن المسابقه انجاز انما انتم بايكو اكوا كم شخص انتم موجودين بهالشركه يعني تقدروا يعني كمان تشتغلوا عليهم لهالمشاريع؟ نحن 24 شخص مقسمين لديبارتمنت كل واحد عنده شغله بس انه اتس تيم ورك يعني كلنا عم نتعاون مع بعض كرمال ناسس هيدي الشركه وانتجنا هيدا البرودكت الحمد لله نبيع كثير منيح وانه مش حالنا بالكومبيتيشن. خي طب هون كمان بدي احكي عن شغله كثير اساسيه ليديا معك وهي موضوع شيرين قصدي سوري عم ضيع بيناتنا لانه موضوع الاقبال على هالبرودكت يعني الحمد لله شفتوا انه عملتوا 40 وراحوا طلبتوا 40 ثانيين ورجعوا راحوا يعني في اقبال كثير كبير عليه، قديش ممكن مثلا تقدروا توصفوا ناس جديد تقدروا تستقدموا ناس جديد حتى يقدروا يشاركوا معكم وتقدروا تعملوا مشاريع زياده بعد واكبر خاصه بعد انتهاء المسابقه بشهر القادم يعني ان شاء الله؟ مزبوط بس نحن لانه انجاز اجت لعنا على المدرسه كانوا كل الهدف تلاميذ من المدرسه وبصفوف معينه بالصفوف الاخيره فما بنقدر نفوت مين ما كان لانه كل حدا لازم يكون بالبروسس بالاول لازم يكون عارف كيف طلعنا، نحن كمان ما طلعنا بهالشركه فجاه يعني كثير مرينا بمراحل كثير طويله لحتى نطلع بهالشركه صحيح. فما حدا بتخيل بيقدر يفوت هيك فجاه بس نحن عم نشتغل انه كلنا نشتغل بطريقه خلص انه يكون العدد كافي صحيح. طب هون كمان عن اهميته لحفظ المياه يعني واهميته لحتى نقدر نحافظ قدر المستطاع على المياه اللي بتنزل من مياه الامطار ونقدر نحافظ عليها بالايام اللي جايه، يعني كمان اهميه هالمنتج قديش بتوقع كمان على عاتقكم هون؟ هو منتج كثير مهم كرمال اذا ما وعينا لهلا لهيدي لهالمساله اللي نحن فيها يمكن هلا ما كثير عم نعاني منها
بس بعدين حنوصل لمشي كتير كبير اللي هي ندرة المياه. هلا كل بيت لبناني كل بيت بثلاث اشهر بالصيفيه بيصرف تقريبا 300,000 ليرة على المياه، مياه الخدمه اللي بيجيبوها. نعم. من خزينه مياه الخدمه عم تعتبر المياه الاستعمال. مياه الاستعمال. نعم. هون بعدنا غير الشرب. نعم. بخزانات ايكو اكوا ما في داعي ابدا لتحط هذا المبلغ، نحن عم نوفر على جيبه المستهلك، والمستهلك عم بيحمي بيئته، بالنهايه هو حيعيش فيها للمستقبل القريب، قريب جدا كمان، هو بكون عم بيحمي حاله من الاضرار. طيب كيف ممكن يتواصلوا معكم كمان الاشخاص اللي حابين يشاركوا معكم؟ نحن عندنا كثير اكونتس تويتر، فيسبوك، انستغرام، كل شيء عم نكون على الانترنت، فبيقدروا يتواصلوا معنا بهذه الطريقه، وفي ارقام تليفونات اكيد على ايكو اكوا. ايكو اكوا. ايكو اكوا، فيهم دغري يكونوا موجودين وعندهم المعلومات كلها واذا حابين. هلا انتم كلكم متطوعين بالشركه؟ ايه. كلكم متطوعين؟ نحن عندنا كان متطوع من انجاز بيجي لعنا على المدرسه، ونحن تلاميذ مدرسه، ومثل مثل شركه حقيقيه صارت هي، بس اكيد شركه طالبيه، في صار تم انتخابات لمدير لفي بي فايس بريزيدنت، وبكل ديبارتمنت في كمان شيء 3-4 اشخاص. طيب ليديا بعد المسابقه ان شاء الله، هلا بتنتهي المسابقه باوغست المقبل ان شاء الله، شو ناطركم بعدين؟ شو محضرين لبعدين؟ اوكي. نحن مش هدفنا اول شيء كان بس المسابقه انه تخلص الكومبيتيشن نربح وبس، نحن كان بدنا انه اطلع على العالم العربي، في كثير حتصير انه عم بيصير كثير نزاعات على صعيد العالم العربي، نحن قررنا انه نعمل ربيع بيئي، بدنا نغير بالبيئه اللي عندنا اياها، بدنا نحمي بيئتنا تنضلنا عايشين بهيدا البلد، فاكيد ما حنوقف بعد هيدي الكومبيتيشن، نحن حنكفي، بس اكيد بدنا كمان مساعدات. ومن مين بتطلبي هالمساعدات؟ اكيد من مثل ما قلنا لما زرنا الوزير قلنا هو كثير حب الفكره وقرر انه بده يساعدنا، وانه خلص انه حب الفكره وكمان رح تسعوا كمان تلاقوا مستثمرين كمان يقدروا يساعدوكم. اكيد 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 هيدا الشيء نحن مطمح له، كمان نحن من خلال عالم الصباح حبينا يعني نسلط الضوء على هذا الموضوع مع حضراتكم حتى نقدر كمان نكون متصلت وصل انه يقدروا يشاركوا معكم، يعني ان كانت الجهات الرسميه وان كانت الجهات الخاصه اللي هي بالدرجه الاولى بتدعم هيك مشاريع كمان. شكرا كثير لوجودكم معنا احمد شيرين وليديا، وينعاد عليكم واكيد يعطيكم الف عافيه، وتحياتنا لبقيه العاملين كمان معكم والمتطوعين بايكو اكوا. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، اينو مع عامر، خليكم معنا.